يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورقة ابن نوفل صحابي؟ نعم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وتمنى أن يدركه وقته فيؤيده ويناصره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أردت تعرف الصحابة يا أخي راجع كتب الأصحاب مثل أسد الغابة أسماء الصحابة، ومثل كتاب الحافظ بن حجر في أسماء الصحابة. أسماء الصحابة الإصابة هي أسماء الصحابة، أسماء الصحابة مدونة ولله الحمد، راجعها. نعم.